خلونا نبدا مع حضراتكم بالاخبار اللي معانا. وامبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه النشاط الاستثماري في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، ووجه سياده الرئيس بمواصله العمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه الى المنطقه الاقتصاديه، خصوصا الاستثمارات اللي بتهدف الى اكتساب التكنولوجيا الحديثه وامتلاك القدره الصناعيه وتوفير فرص العمل، وبما يعظم طبعا القيمه المضافه من الموانئ البحريه المصريه. كمان من ضمن الاخبار اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف عدد من التيسيرات والمحفزات المقدمة للمصريين في الخارج، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة كل الحرص على تلبية مطالب المصريين في الخارج وتقديم الحوافز الممكنة ليهم، ده طبعا بما يساهم في ربطهم بمصر. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمتابعة واستعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واطلع سيادته على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشائها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية. ووجه الرئيس بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة اللي بتهدف لاكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي على النحو اللي بيدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف عدد من التيسيرات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تلبية مطالب المصريين بالخارج وتقديم الحوافز الممكنة ليهم بما يسهم في ربطهم بوطنهم الأم. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بموانا برايما ماساكوي نائب وزير الدفاع السيراليوني والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية السيراليونية. تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون اللي بتجمع القوات المسلحة ونظائرها بالدول الإفريقية، مشيداً بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي شمال سيناء تم افتتاح معرضين للحرف السينوية ومنتجات المرأة بالشيخ زويد. في المنوفية تم تدشين مبادرة تحويشة في البنك، وهذه المبادرة لدعم السيدات من المحافظة. كمان امبارح في الشرقية تم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة بتصل ل 395 مليون جنيه، وفي أسيوط تم افتتاح سلسلة معارض مع الناس، وده لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة. تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في شمال سيناء تم افتتاح معرضين للحرف السينوية ومنتجات المرأة، بيضم معرض الحرف السينوية لوحات عن ورشة العمل اللي جرت بقصر ثقافة العريش تحت عنوان صنايعية مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبيضم المعرض أيضاً منتجات المرأة زي الثوب السيناوي والشال والكليم وأعمال الخوص والسلال، والمعارض دي بيتم تنظيمها ضمن خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء. في المنوفية تم تدشين فعاليات مبادرة تحويشة في البنك اللي أطلقها المجلس القومي للمرأة، وده وسط إقبال شديد من السيدات بقرى مركز أشمون في إطار دعم سيدات مصر في القرى المصرية وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة حقك تنظمي، وبلغ عدد المستفيدات من خدمات الحملة 56,467 سيدة على مستوى المحافظة، واستهدفت المرحلة الأولى 9 إدارات هي منيا النصر، ميت غمر، تمى الأمديد، السنبلاوين، الجمالية، المطرية، المنصورة، نبرو وبالقاس.
في بني سويف افتتحت المحافظة معرض السوق المصري باستاد بني سويف الرياضي اللي بيقام تحت شعار لحد عندك، وبيشارك فيه 60 عارض من شركات ومصانع القطاع الخاص، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والمعمرة للتيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء. في قنا قامت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بفحص 586,019 نخلة بهدف مكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وده في إطار الخطة اللي بتتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحكيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل. في الشرقية أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي اللي بيوافق 9 سبتمبر من كل عام. في أسيوط افتتحت المحافظة سلسلة معارض مع الناس لبيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية وحلوى المولد النبوي بحي غرب أسيوط، وده ضمن سلسلة المنافذ والمعارض اللي بيتم تنفيذها بمراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 350 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى كفر حجازي ومنشأة السلام ومنطقة الجمهورية بالمحلة الكبرى، وده في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.